لا دابا احنا في انتخاب الرئاسة ملتمس الرقابة غادي تكون لقاءات مقبلة إن شاء الله اللي غادي يكون فيها مناقشة سياسية على أي حال. بعدا راه عندنا فرصة دابا نهار الأربعاء 17 فاش غادي يجي السيد رئيس الحكومة يقدم الحصيلات الحكومة غتكون عندنا فرصة بعدا باش نديرو مناقشة يعني نتاع ما قامت به الحكومة خلال هذا المنتصف الولاية. ملتمس رقابة هذه مبادرة كما كتعرفوا كانت من حزب محترم اللي هو الاتحاد الاشتراكي، ولكن من بعد مشاورات لان كانت في طور المناقشة، وهذه ماشي مسألة سهلة لان باش نقولوا ملتمس رقابة هذا قرار سياسي. احنا في حزب التقدم المشترك بطبيعة الحال كنشوفوا بان اليوم بطبيعة الحال هناك يعني هذا الاحتقان اللي كنقولوا هذا الفراغ وهذا النقاش السياسي اليوم يدعو الى ملتمس رقابة، لكن ملتمس رقابة عنده شروط خصو الخمس ديال النائبات والنواب اللي كيوقعوا، ولكن من بعد النقاش بان هذا الملتمس يعني ما توفرات له الشروط من اجل الطرح ديالو كيبقى هو اليه من الاليات محترمه اللي تقدر تفعل في اي وقت، ماشي ضروري دابا في نصف الولايه الى بانت الشروط والقناعه بان نقدموه، ولو ان عندنا غير خمس يجي النقاش راه غادي نقدموه. ما عندنا خلافات، حنا الحركه عندها لجنه العدل ومتمسكه بالرئاسه ديالها، واذا كيفاش الخلاف؟ اي خلاف حنا عندنا؟ هذاك شغل الاتحاد الاشتراكي، حنا تنترأسوا هاد اللجنه اللي ما بغى يترأسها حد في البدايه ديال الولايه، والفريق بالاجماع قرر الاحتفاظ بالترشيح ديال الاخ الى يعني تفضلوا الاخوان وبقات الامور هي راه هي الى بغاو يمشيوا للتصويت انا ذاك تيبقى الديمقراطيه هي هذه اللي فاز بالالتقاء نتاع السيدات والساده النواب هو اللي غادي يترأس. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.